لعبنا شوية ولا بدأنا نفطر كتير في ألعاب وكتير في ولاد كانوا عايشين ببعض كانوا زي مع ماما وأخواتي مبسوطين عايدين عم نلعب لعبت بالنطنيطة وبالزحليطة وبالبولينج بالباسكت بتفتح أبوابها طيلة شهر رمضان المبارك ولمدة 30 يوم لتستقبل يومياً عشرات الجمعيات الخيرية مساحة كبيرة تجمع عائلات محتاجة وأطفال على مائدة إفطار وحدة وضمن نشاطات ترفيهية لتكون هالقرية الرمضانية بفردان متنفس للكبار والصغار. روح رمضان بتحس بحياة رمضان يعني بتحس العالم مبسوطة بغيروا نفسيتهم شوي انبسط انه الدنيا لسه بخير وفي خير وهالعالم اللي عم تعرف على بعض البعض شي حلو في ناس ما حدا سائل عنها ما حدا شايفها يا ريت لو والله كل العالم وكل المؤسسات اللي قدرانين يعني يعملوا هيك يا ريت ما يقصروا ما عم نلاقي شيء انه نقدر نروح محل وننبسط فيه ما في الا هالمحل عم نيجي نلجأ له لحتى انه نقدر نبسطه لحتى نحسسهم انه في رمضان هالقرية اللي تنظم سنوياً من قبل مؤسسة مخزومي وبيروتيات مؤهلة لتستقبل يومياً 600 صائم من مختلف الجمعيات الخيرية المنتشرة بكافة المناطق تطلع من هالجو البيت تجي لهون على قرية مفتوحة بالهواء الطلق عم يشوفوا أطفال من مختلف الفئات القلب بيكبر لما يشوف هالقد عدد من المتطوعين وخاصة الشباب حابين يكونوا بهذه الأرض عم يساعدوا المحتاجين عم يساعدوا الناس انت بتفرحي وقت بيكون الولد مبسوط وفرحان أكيد تشوفي الولد مبسوط وفرحان وعم يدعي لي خصوصا انه الولاد أيتام الأطفال هن السبب الأول والأخير لافتتاح القرية فخصصت لهم مساحة ترفيهية كبيرة من ألعاب نفخ ومسرح بنظم ليلية برنامج ترفيهي مختلف أنا جيت مع أمي وأبوي وإخواتي مسرحية كتير حلوة وكتير تلينا فيها أول مرة بحياتي هيك بنبسط والسحر كان مهضوم ننطر رمضان كرمال نجي لهون إذا نيلا ما بدي في العلبات عمل الصالح ما في مثله يا بنتي الإنسان قد ما في يعمل لأنه زويته عمله بالحبي الشعب دائما بحاجة لمساعدة إنه بيروت كرمال عم بتصير حجر شجر شوي شوي عم بخاف يعني الحمد لله اللي فيه هيك مساحات واللي فيه هيك أشخاص طيبين إن شاء الله سنة الجاي منلاقيها أوسع وأوسع ينعاد عليكم ورمضان كريم